صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. انا معكم احسان خريس. مروان جرمانوس من احد المباني المهدد بالسقوط. نحن ببيروت بمنطقة كورنيش المزرعة تقريبا المحاذي لبربور قرب جامع عبد الناصر، والزلزال اللي حصل في تركيا من اول نهار اثر على هيدا المبنى بشكل طال الجسور. يعني هون هيدا المبنى يلي ساكنين فيه طالبوا بلدية بيروت، طالبوا محافظة بيروت بالتحرك، وإلى الآن لم يأتي أحد لينقذهم. بدي أشير إلى أنه هناك مادة بالقانون المتعلق بمكافحة الكوارث بتقول أنه مطلوب بس يصير في أي كارثة أنه وزارة الداخلية والبلديات تكلف البلديات بصورة فورية وإجراء المسوحات للمباني ضمن نطاقها البلدي، وذلك لإجراء مسح أول ميداني يليه مسح تقني، وإفادة الوزارة ضمن مهلة 72 ساعة عن عدم أهلية أي مبنى للسكن ليبنى على شيء مقتضاه، وذلك بالتعاون مع مهندسين من نقابتي المهندسين وشركات القطاع الخاص المعنية. بس بدي فرجي انه هذا القرار هو قرار مجلس وزراء. وين ال 72 ساعة يا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؟ وين المسح؟ ولا هذا بس حبر على ورق؟ نحن الصحفيين نتأسف انه اوقات نتحول الى مش بس يعني صحفيين، إلى ناس يمسهم هذا التقصير والإهمال. يعني نحن لما منصير منشوف ما بقى فينا نحكي ونقول بدنا نكون حياديين، ما فينا نكون حياديين بهيك وضع. في وضع كارثي يهدد الناس، ما بنقدر نحن نكون حياديين. نقدر نكون موضوعيين لأقصى درجة، ولكن لما نشوف هالقد الوقاحة بأنه مواد بتنزل وبنود وقرارات وما بيتنفذ منا شيء، ساعتها هون يعني ما بقى في حدا يسألنا عن الموضوعية وعن الحياد. يعني خلال 72 ساعة لو سمحت أحد السكان موجود هون ما عم بيطالب لا بتعويض ولا بده شيء، بده بس يعرف إذا بيبقى هو ولاده ولا ما بيبقى هو ولاده. تفضل خبرنا. صباح الخير سامر السلطان. حضرتك سامر سلطان أبو عمر. صباح الخير سيد حسين، والله يسلم إيديك إنك أنت لبيت دعوتنا حكيناك دغري جيت واجبت. نحن حكينا نهار الزنزال اللي صار، البناية عندنا نحن من غير الزنزال هي مضاضة. نحن نهار الزنزال اللي صار ببيروت انضربت عندي البراندة، ما إجا ببالي قلت البراندة بتنقضى، بس تفاجأت بمدخل البناية في فسخ كبير، لحقت الفسخ على المستودع طلع الحديد كله مهري ومفقع. دقينا لسيادة الملازم أول صديقنا هو مصطفى الأردوحي، قلنا له القصة 1 2 3، بيقوم بيبعت لي رقم البلدية. هيدي نهار الخميس، نهار الخميس دقينا مباشرة للبلدية وبعتنا له الفيديوهات، قال نحن عنا كثافة شغل كتير وشكاوي لأن يوم ما حدا إجا. نحن عنا فسوخة بالبناية كتير قوية، حتى يوم البناية عنا ميلة لميلة الجامعة طقطقت الدرج عن جارنا. هلا من أرجيك خي، نحن عنا أولاد، نحن لنا بحاجة دولة ولنا بحاجة رئيس ولا وزير ولا رئيس حكومة. نحن الله كيفينا، بس نحن بدنا نعرف من ضلمة هالببنا ولا من في الفيعيل بالبناية. ما بس أنا عندي 7 8 بالبيت، في جاري أبو خلدون عنده الله يسلم له هني 7 8، عنا عيل في على التامن في على التاني في على الأول، في عالم بالبناية ساكنة. رواد فينا نفرجي بس الفسخ اللي هو بالجسر حتى ما حدا يجي يطلع يتفلسف علينا. نحن منا خبراء، بس نحن لما منشوف هيك منظر بدنا نخاف، ونحن بدنا ندعي انه البلدية تبعت حدا. في فسخ بالجسر الاساسي، يعني بالعمود الاساسي اللي هو بيوقف هيدا المبنى، ونحن هون بالماينس وان مثل ما بيقولوا. هذا اللي حامل، هذا هو اللي حامل، هذا الفسخ اللي صاير هون بالحياة. انا لحقته من فوق لتحت تبين معي هون ضارب الجسر، الجسر اللي حامل البناية. نحن اللي عم نطالب فيه شغلة وحدة، خيي نحن عارفين انتو دولة فاشلة، ما حيطلع من امركم شيء، لا حتطعمونا ولا حتشربونا ولا حتامنونا بيوت. نحن طالبين منكم شغله، تجوا تقولوا لنا هالمبنى امن او ما امن، امن لنضل ما امن لندبر امورنا. نحن منا معتمدين بكره بس يوقع بيبعتوا لكم وبيصيروا يتاسفوا، وبيجوا النواب والوزراء
بيصيروا عفوا نحن وقت عم نظهر عن طورنا كصحفيين، لانه ما معقول الواقع الموجود بلبنان. بيجوا اخر شيء النواب والوزراء لحتى لي يعزوا، وبعض الاهل من النواب والوزراء بينبسطوا بنوجه نواب ووزراء. طيب خلينا نطلع من هون، بس بدي اقول كلمه، نحن بهاي القصه اللي صارت وين النواب؟ بدنا نطلع لحتى نشوف الفسخ اللي هون. هيدا عمود بنايه هون، خلي بس الاستاذ يصور. هيدا عمود بنايه، معلش يمكن لانه الاناره ما هي ما في كهرباء بالدوله الفاشله. هيدا عمود بنايه مفسخ من فوق لتحت، البنايه مالت لميله جامع عبد الناصر. هاي العمود اذا واضح معك يا اخي، نحن بس بدنا نجي تامننا يا اخي. خرج خرج، ما خرج لنفل، هلا من ضبضب وبنمشي. خي بنقعد بالشارع بس ما نموت فطيس، ما شفنا غيرنا شو صار فيه. الله يرحمهم بسوريا وبحلب وبتركيا، ما لنا مضطرين نحن نخسر اولادنا من ورا دوله فاشله. فرجينا لو سمحت على الاماكن الثانيه. طبعا بعد في اماكن ثانيه منظرها ما بيطمن ابدا. نحن بنرجع منعيد ومنكرر، نحن مش خبراء، نحن صحفيين، ونحن بدنا نلاحق الدولة على الدعسة، بدنا نلاحق هيدي السلطة على الدعسة. لما بتطلع بند بمجلس الوزراء بتقول فيه انه لما بيصير في كارثة نحن نجري، كل بلدية تجري المسح الشامل خلال 72 ساعة، هيدا الشيء لهلأ ما حصل، ما صار. هيدي هون معرضة كمان انه توقع البرندة هون بهذا المبنى اللي فيه مكتب المرابطون القديم. هي هذا المبنى معرض يوقع، الحيطان من فوق. هلا برجيك اياه من عندي من البرندة. خلينا نشوف المطرح اللي عند جارك. هذا الفسخ اللي ضرب البناية اللي خلاني الحق على السوداء. هاي البناية هون اذا بتريد بس، هذا الفسخ، هذا اللي ضرب الاساس البناية، لانه جاي على العمود يلي بموقف البنايه 100% اللي على الجسر تحت اللي صورني. اتفضل لارجيك عن جاري شو صاير. ابو خلدون تفضل. هيدا فسخ، هيدا مكان، وهيدا فوق الارما فسخ. طالعين هيدا فوق البرندا هون، فوق الارما هون فسخ مكان، هون جارنا. بس بتمنى ما تصور الارما تبع. لا ما حصور، ما بهمني، بهمني نصور الكارثه. أرما ما تصور له يا طلب مني هيك. ما تعطى الهم. هيدي هون المبنى يلي هو ملاصق لهيدا المبنى اللي رح يوقع، ما بنعرف إذا رح يوقع ولا ما رح يوقع. نحن ما بنقدر نقول إذا رح يوقع ولا ما رح يوقع، نحن بنقدر نقول إنه واجبات الدولة اللبنانية على راسها، من اكبر راس فيها لاصغر راس فيها، انه تبعت مهندسين. ما عندك كفايه تفتح باب التطوع، في ناس مهندسين بيحبوا يتطوعوا وبيجوا بيعملوا مسح، لانه الارواح البشريه مش هالقد يعني صارت رخيصه بهيدا البلد. يلا اجا زارنا. فهيدا المنطقه هون نحن ببربور ما في، ما كيف ما بدنا نصور بس الفسخ هون والدرج. نحن خلينا هو شلنا الارم، ما خلينا الارم. تفضل سيدة، تفضل تفضل ابو خلدون، تعال تفضل. اه تفضل، الكرسي هون تفضل. هيدا تفضل هيدا البنايه اللي نحن ساكنين فيها. شوف منا في السخلون. تفضل يعني لما بيجي حسب ما وزعوا التوجيهات بعض المهندسين، انه لما بيجي الفسخ على حيط رئيسي على عمود او على جسر معناتها المبنى منه سليم. تفضل هون شوف شو صار. طبعا القرار النهائي، القرار النهائي هو لمهندسي بلدية بيروت يلي ما حدا شرف منهم حتى هذه اللحظة. ما بعرف اذا الضغوط اللي على بلدية بيروت اكتر من الضغوط اللي على بلدية طرابلس، يعني كمان ما بدنا ننسى طرابلس. على كل حال التقصير في كل مكان. قلبت هيك البناية، تقطعت الدرج عند الزلمة هون، هيدي البناية نزلنا مثل ما شفتوا الدرج. في فسخ ورا الحيط هونيك كمان. نحن حتى عم نصور العواميد الاساسية يلي صار فيها هذا التصدع الموجود هون. لو سمحت سامر،
استاذنا بس من بعد امرك استاذ حسين، هذا فسخ كمان هذا ما كان، يعني الزلمه ساكن جديد هون دهن وظبط، ما كان هدول نهائيا. طيب تفضل بس خلينا نعمل معاينة على الطابق الأول بالبناية الموجودة هون بطلعة جامع عبد الناصر، خلينا نشوف بس نحن وين لحتى كمان ندلهم للبلدية، ندل المسؤولين بهذا البلد لوين يجوا، بدهم نبعتلهم لوكيشن نبعتلهم لوكيشن، بدهم نحن نروح نجيبهم ونوصلهم منوصلهم. نحن بساحة أبو شاكر طريق جديدة ببربور بوجه منطقة بربور وعلى كورنيش المزرعة، كل هيدول مناطق حد بعضهم. أبو خلدون تفضل، هنطلع على أول طابق ونأرجيك عن جارنا بالأول شو صاير، في مجال نطلع على الدراج وأرجيك العواميد. تفضل. معلش يا عم نعذبكم معنا ومش بيت. الله يعطيكم العافية. ريما نحن طالعين. لا شك انه يعني عدد كبير من يعني الرقابه غايبه عن كل شيء، واهم غايبه عنه الرقابه هي عن التجار، التجار الجشعين يلي بيعمروا من قفا ايدهم، يلي ما بيحسبوا حساب لا زلازل ولا هزات. نحن عم نحكي كله على مالة اليمين، هيدا اللي فسخ بالحيط. طبعا هيدا حيط مال، لا لا عنه بالنص لاحق العمود، هيدا هون عمود بني، هيدا عمود بني. هلا برجيك اياه اوضح من فوق على الثاني. تفضل شوف الاضرار بالاول. تفضل. هون وهون سيدي. هون طيب هون. هون. هون وين نحن عندنا مشكلة؟ يلا يلا. تفضل. اكثر شيء هونيك لهيدا الحيط اللي هون من هنيك. خلينا نشوف المطرح اللي له علاقة بالعواميد. يلا. يا هون ما في ضوء يا ريما؟ لا يلا هذا امرك يا اخي. هون سيد حسين ضوي ضوي لو سمحتي. يلا بس لحظة شو؟ ما بتضوي. وين؟ عفوا تفضل. نحن عنا هيدا هون، هون ما بتضوي هون، معلش كمان هيدا العمود الاساسي، هيدا كله ضمن البنايه، هيدا نفس العمود عم نشوف نحن، نفس العمود من تحت لفوق مشقق 100%. هلا من الناقص واحد للواحد للمدخل البنايه وللدرج صحيح، بعد لفوق بعد لفوق. هلا في بهديك الشقه بس مسابه انه منن هون كمان في اضرار كثير بحيطانا. اذا بدنا نذكر انه نحن نفس هذا الحيط اللي عم نحكي عنه يلي هو يعتبر اساس، هيدا الفسخ هو ذاته من الناقص واحد للواحد، صرنا للواحد والله على الثاني والثالث، ارجيك بالثالث شو صاير كوارث. تفضل 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 يعني ان شاء الله. شكرا لك. وين عندك هون مشاكل؟ انا فوق الحمام بس كله هذا التفسيخ فوق. لا ما في شيء هون، ما في خلص. هو المهم انه نحن نغطي على الحيط اللي هو الاساس. لك عنده الدرج الفسخ مكمل فيه هون. هلا هون اذا بدنا نشتغل هيدا الشغل، هلا هو صاير زي حرف عم بخف من تحت لفوق. صحيح، هي 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 اذا بتلحق الضو هي، شايفوا الفسخ هي هيدا عمود. خلينا نختم نشوف بالبيت فضل. عندك تفضل. هي من غير شيء وضع مغطي، يعني بتكسر الورقه حديده مهري من غير شيء منتختخه يعني، لكن الدراج طبعا لانه الرقابه يعني مثل ما بنعرف رقابه على التجار بتكون زفت وجشع التجار وطمعهم والاهمال وعدم الرقابه، كل هالامور بتشجعهم على انهم يبنوا مباني من قفا ايدهم. مرقونا خدي طريق. تفضل استاذنا. ده هي جدو. خذوا لنا طريق. مرحبا. تفضل. تفضل.
نحن صرنا بالطبقة الثالثة بالطابق الثالث. تفضل معلمنا. هاي البرندة اللي اتضررت. هاي الحجار اللي وقتنا عند الجيران. إذا بتطلع هلا بياخد صورة كلها مطقطة من فوق. ليك البرندات. يعني هي البناية تعبانة. اجا الزلزال كمل علينا. شو بدنا نقول؟ نحن اللي بدنا اياه منهم بس يجوا يطمنونا، شو بدنا نعمل؟ هذا الفسخ ضرب الارض. طلع على الحيط ظهر لبرا. عم نشوف انه نفس الحيط اللي من تحت طالع. نفس الحيط اللي على باب جارنا هون اللي طقطق الدرج عنده، هلا بياخذ الصورة من هون. شو؟ دولة فاشلة، اوكي، بس صاروا يقولوا لنا يا فلو يا ابو طمنونا، بعده مهندس يفهم. ما بدنا شيء منكم. نحن عارفين ما حنوصل لمنكم لنتيجة، ما حناخد منكم حبة دواء، انتم فاشلين. انتم نهبتوا البلد وسرقتوها، يعني عارفين ما منكم نوى بشيء. بس لحد هون وبس. تعالوا قولوا لنا يا خيي فلو من فل. عندنا اولاد قدام عينك، هي الاطفال، مانا مضطرين نخسر اولادنا. طلع اذا بتاخذ صورة البرندات كلها كيف. يعني نحن بس بانتظار تقرير رسمي محترف مهني عن اي مهندس يكشف على هيدي البنايه ويقول انه هل هذه البنايه، هل هذا المبنى هو مهدد بالسقوط فعلا ام انه لا امن للسكن. اذا امن بنضل، او انه هو يحتاج الى انه ترميم او الى اعاده بناء بعض الاجزاء اللي فيه، او انه لا. يعني هيدا اللي عم يطلبوا احد سكان المبنى هون سامر سلطان، وايضا السكان الاخرين اللي سمحوا لنا نفوت على بيوتهم، كلهم فوضوا سامر انه يحكي باسمهم. يعني اليوم المطالبه هي لبلديه بيروت، لمحافظ بيروت، باسرع وقت انه تتجه فرقه من المهندسين، مجموعه من المهندسين يكشفوا على هيدا المبنى، وبس يقولوا للناس يا اما يبقوا يا اما يفلوا. هيدا الامر يعني ما بعتقد هالقد صعب على الدولة اللبنانية، رغم انه في نقص بالعديد البشري، اوكي في نقص، ولكن هناك كتير عدد من المهندسين مثل ما صار بانفجار مرفق بيروت او بتفجير مرفق بيروت، تنذكر وما تنعاد مثل ما بيقولوا. كان في كتير مهندسين هن حبوا يتطوعوا ويعرفوا انه هل هناك هاي المباني هي فعلا صالحة للبقاء او لا. هيدي هي الرسالة يلي بوجهوها. عندك شي بعد تقوله؟ بعد بس بدي اقول شي. نحن جماعة الموت حق، نحن مسلمين، امنا بالله ورسوله، بس نحن بنفس الوقت شفنا الموت بعيوننا والله لا طفينا، بس بنفس الوقت نحن ما عم ننام، صار عنا رعب. يعني هلا بيقولوا هزة 4 درجات، الولاد عم نهرب ننام بالحرش. نحن صرنا 4 ايام عم ننام بحرش اسقص، عم نجي بالنهار على البيت. طيب وبعدين لوين؟ تعوا طمنونا، يا البنايه بدها توقع يا ما بدها توقع. عندنا اطفال، عنا اطفال. هلا حارجيك من مالت البرندا الثانيه الراب ببنايه اللي بلزقنا تاعت المركز المرابطون مطقطقه، ما حدا رجع شافها. تفضل اعطينا طريق لو سمحت. اذا هيدي هي الرساله الوحيده. بس حسون الله يبقى. نعم اكيد. هيدي هي الرساله الوحيده يلي عم بيطالبوا فيها سكان هيدا المبنى. ما بدهم شيء اكثر من انه بس حدا يفهمهم اذا بيبقوا او بفلوا. هذا المبنى طقطقت البرندا فيه من هون، طقطقت حيطانه من فوق، خليه ياخذ صوره يشوفها. ايوه هي قالب الحيط هيك. طب ما في جيران، في بنايه بلزقنا كمان، وهي البرندا بدها توقع على الثاني مفسخه، صورناها من تحت ولا بيصورها من هون. طب يجوا بس يشوفوا العالم يا اخي، يشوفوا ارواح الناس، ولا هن صاروا خلص مسترخصيننا؟ نحن صرنا رخاص عند الدوله الفاشله. نحن رخاص، ما بيسألوا عن الشعب، همهم يسرقوا وينهبوا ويتحصصوا، همهم مين بده يعمل رئيس جمهورية، مين بده يعمل رئيس حكومة، مين بده يعمل وزير، هذا همهم، ما همهم الشعب اللبناني. نحن همنا أولادنا، بدنا نعيش بكرامتنا. يعني عرفنا نحن عشنا بالحرب، أولادنا عاشوا بالذل، بكفي لحدهم وبس. إذا هيدا اللي عم بيطالب فيه سكان هيدا المبنى، مبنى شو اسمه؟ الشحوري. مبنى الشحوري الكائن في ساحة أبو شاكر. الحيط لبرا من هون. قرب لعندي إذا بتيت، شوف هذا الحيط كيف ظاهر لبرا. نعم واضح، واضح أنا من عندي، واضح من عندك.
هيدي الحفة. أيوة نعم. طب وبعدها يعني أنت بتركوه ليقلب على العالم؟ ما بيقلب علي، بيقلب على جاري. شو جاري يعني؟ منه بني آدم؟ ما جاري هيدا بالنهاية، إذا قلب عليه وصار له مصيبة مين بيعود عليه؟ مين بيوقف حده وحد ولاده؟ نعم هي الحيط زيح من مكانه. نعم. طيب شو مع مين بدنا نحكي؟ طيب من مين بدنا نطلب يعاني؟ من دق لأمريكا يعني تجي تعيننا؟ من مين بدنا نطلب؟ ما طالبين منكم شيء. أعيد وأكرر مع احترامي الكامل لإلك، الدولة اللبنانية فاشلة، نوابة زعران، نحن ما شفنا ولا نائب اللي طلع قال أن نائب عن بيروت إجا سأل عن العالم. لا إن كان بالبيوت ولا بالطرقات لما ظهرنا على الشوارع. رئيس حكومي فاشل، عم بيفتش على مصلحته، رئيس جمهورية كل واحد بده يعمل رئيس ويفتش على حاله. نحن بدنا نربي أولادنا، بدنا نعيش بكرامتنا. تعوا قولوا لنا هاي البناية آمنة؟ آمنة. ما آمنة لنفل يوم مننام بالطريق أحسن ما نموت فطيس. هيدا الفسخ مثل ما شايفينه فسخ رئيسي بالمبنى المجاور لهيدا المبنى اللي نحن فيه، مبنى المرابطون. هذا مبنى الشحوري، نحن هلا موجودين مبنى بمنطقة مبنى. أبو شاكر بطريق الجديدة. صحيح، جامعة عبد الناصر. يعني إن شاء الله ربما تصل هيدي الرسالة اليوم إلى بلدية بيروت، وكمان هناك مناشدات كتير عم توصلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك لمعاينة مزيد من الأبنية. نحن أوقات كتير عم نضطر نروح على هيدي الأبنية حتى بعدين يلحقونا المهندسين تبع البلدية، أو ربما المهندسين اللي هن حابين يتطوعوا ويعملوا تقارير بس حتى يطمنوا العالم إذا بتبقى ببيوتها أو بتفل من بيوتها. نحن رح نتابع معكم هيدا الملف لآخره، ونحن لاحقين من يحكم في هذه السلطة على الدعسة مثل ما بيقولوا. شكرا لكم لمتابعتكم.